وزير وزارة مالية الصومالي العمر وسمسم عبد آدم وهي وزير وزارة الدين تيقافة الصومال لا شخالي الأحمد هي ما أنت صعودا على شقوق سوغاري مقالة بورما يضو وزير وزارة مالية الصومالي لا سمسم عبد آدم هيدا معاونة هي لبا أمبلاس كوري تيسي ما ملكا قبل كاوضل يضو نوغو ترقى شين لبا دا أمبلاس لوغو قرقارو تدكي أبارو أساميين قبل كاوضل لا وسيدو كلا وزير وزارة مالية الصومالي العمر وسمسم عبد آدم وهي وزير وزارة دين تي وقفت الصومال لا شيخ علي الاحمد مامولك قبل كي مامولك دغمده كدي دا ابارها هير قبل يا هير قرنبا اي وحي سودان دندين اي كو تگن دغانكاسي قولجيد يغو ماركاسنا او كورغلي حالده اي كو سيغي ددك ابارتو سو بركايساي اي جوغا دغانكاسي دغمده قولجيد ورسابك قبل كاود محمود علي سليبار ما يا سلطان عبد الرحمن جامع دول يا مسؤولين كلي او قالي وح كاد هلكاسي كادلي اي وح قاركود هادلودودي كميدها يا وزيركا اوقافته يا أنت هي وفت جهار قرنا يا كلا الصعداء واللي ما هو بضت قول ما كان إنه قيمي أن ما أنت هالكن تكمل تقول شيء وقال دانتي هربوا تاجني إن بدحونا جبر السمان هربوا قلنا واقعي وحل ساري أن بدحونا حنا جبر السمان عبد الرحمن وحل ساري يبدو هو قبل هير قرنا أن تو ما أنت بلعبتين معها لكن معلم ما أنت كذب بيسه كروكع بدم بيوضع واحد لاح وارجوبرك قود ذلك وقال كسو جارسي إذا كنا واحد نواسي دين دواي ذيك سوينا واحد قال إن لاح دتك دي بدك كم مكان إيه سوما إلا أما سوما عليا أما جوبرك أول شيء وهذا كيسين ومديني واحد داعية دتك بختي مساكين وهذا كيسين وارسوا ذلك دوام ما ندي واحد لاح يسري أي معها وزير وزارة الدين تي وقفت الصومالي الشيخ علي الأحمد وزير وزارة مالية الصومالي سمسم عبد آدم الكاسي كالي أي واحد لدودي كم دها رنتي وحب عن تارنتم إنه لبدو شارك نهاي وعلاها نهاي تذكر رنتي كي مادين إن درين كنا قاتان درين كنا قاتان قرمة كي قاتان لفتود وقرمة كل جين ما هي أنا قرمني إن قرمة دان وحتى هدي صور تقل نقطه إنه يجوز محاكم رأي ديارة وسكرية هليكوبتر آه ولا هليكرا تبوتي توجان دل لما لقيه نيا مركز ده كأنه بورا كله ماي أنا كنت إنت أسوء إذا كل حشره إلا ورونا يقول نقم مكان ديارة لقو لا لقو إيه لقو ما أتذكر ميارو أو محاكم رأي لقو بارو إنه يجون نفس كتب قاتم أنا كنت بورين لهين دولا هنشار كده هاي ولا هنا هاي وحنا يا إنه جد جين وحيدن أنا كنا مركز نقولنا إن شاء الله wixii italka yaga wadii soo gudbinay inshaalla wadii soo gudbinayna labada ambulance waxaan idin ku keenay in emergency-ga idin la shaqeeyaan waa laba gaari oo la soo xulay oo haartaba oo meel walba maraya marka waxaan inshaalla wixii xanuunsan in lagu qaado dhaqtarka wixii soo socon waayay lagu soo qaado hadii la yidhaahdo ambulance-yada noo soo kordhiya waa soo kordhinay laakiinse inaynu ilaashano waan waxaan yara arkay wixii lama ilaaliye la ilaaliyo maxamed xasan ismaashad bere telefishanka caalamiga Soomaali channel magaalada boorme xarunta gobolka awdal